لما الجمل يبرق يفضل شبيه الودد، والظلم لو يبرق يبقى على الله العوض. لما الجمل يبرق يفضل شبيه الودد، والظلم لو يبرق يبقى على الله العوض. الدنيا قصدانا ولا احنا قصدنا، في مرسانا نغرق في مفاتنا. الدنيا قصدنا ولا احنا قصدنها، في مرسانا ونغرق في مفاتنها. والصبر الصبر للي توعى لما الجمل يبرق عنادية، وسنين وسنين سنين وسنين سنين بتتفتفن، وزمان بيحدفنا يظلم ما ينصفنا، يسعدنا يتعزنا وما فيش دوام للأبد. لما الجمل يبرق عايشينها عيشانا بالقدر فينا، وجات بتهوانا وجات بترمينا، عايشينها عيشانا حكم القدر فينا. يا ريت تكفينا وتصرف عنينا، لو شيء يرضينا كانت القلوب تنسع. لما الجمل يبرق شبيه الودد، والظلم لو يبرق يبقى على الله يبقى على الله. هتجنني يا جدع انت؟ انت مش لسه بتقول ان الراجل ده شغال عند صاحبك رمزي؟ ايوه، وهي هتتوسط ليك عند صاحبك؟ ما هي دي بقى اللعبة. لعبة ايه؟ ما تفهمت. انا هفهمها ان الراجل ده شغال عند ادهم محروس، وان هو الوسيط الوحيد اللي ما بيني وما بين ادهم محروس، والحل الوحيد عشان تنقذ اخوها من السجن هي انها تتجوز ادهم محروس. تبصت بقى فالح انها عصلجت واعتمدت على ان انا اللي هسدد المبلغ ده. قبل ما تيجي الفكرة دي في دماغها انت هتصور، هتتجنن وهتمسكني تقولي ازاي يا ولد تضيع الفلوس دي، والله ما انا مديك ولا ملي. والست والدتك؟ هو انت يهمك من ست والدتي؟ لا طبعا، بس ده انت ممكن تستغل ست والدتي كورق الضغط على منا عشان تنقذ اخوها من السجن. ما تنساش ان الجنية دي تبقى حرمك يا أمك. الله يا أستاذ علي، أنا مش عارف أقول لك إيه. تاخدني المستشفى أشوفها مرة تانية يا عم عثمان. ما هي سابت المستشفى من زمان. يبقى تقابلني بيها؟ في الوقت الحالي ما افتكرش توافق. أرجوك يا عم عثمان. يا ريت المسألة بإيدي. هي أصل حالتها النفسية ما تسمحش دلوقتي.
طب حاول عشان خاطري. عم عثمان انا بحب منى، بحبها بجد. انا عايزها ان شاء الله بشنطه هدومها. انا اتغيرت يا عم عثمان، وان شاء الله انا ناوي احضر رساله الماجستير والدكتوراه عشان ابقى جدير بيها. انا عارف ومقدر قيمتها عندك يا استاذ علي. يبقى اديني امل في الدنيا يا عم عثمان، رجع لي روحي. ارجوك اوعدني، حاول تقنعها، هي بتحترمك وبتسمع كلامك. حاضر يا استاذ علي، حاضر. انا هعمل المستحيل عشان اقنعها. دي حاجه ما شكتش عليها ابدا. طب اعمل ايه يا ماما؟ انا نفسي اساعدها. تبلغي اهلها. دي تبقى مصيبه، ده انا ممكن اخسرها فيها. تخسريها احسن ما هي تخسر حياتها، وبعد كده هتعرف الحقيقه، ثم دي صاحبتك وليها عليكي حق. لا 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 يا ماما، مستحيل. مامتها هتعرف، دي تبقى مصيبه. خلاص نشوف حد قريب لها، اخوها مثلا او واحده من صحابكم. ولا اخوها ولا حد من اصحابنا. هو مفيش غيره. هو مين؟ عم عثمان. انا عارف انهم بيضغطوا عليا عشان اروح للنورهان ولابوها، واقول لهم انا اسف واطلب منهم العفو والسماح كمان. لا اياك تعملها. انا اسف يا دكتور اذا كنت سمحت لنفسي ان اتدخل في حياتك الخاصه، لكن ربنا يعلم اني بتكلم من قلبي، بتعامل معاك زي ابني بالظبط. يا عم عثمان انت مش محتاج تبرر لي انفعالك، مش محتاج توصل لي اخلاصك، دي حاجات بتتحس. وانا ما كنتش حاسس كده ما كنتش جيت لك واتكلمت معاك بقلب مفتوح وحكيت لك على كل حاجه وطلبت منك رايك. طب رايي اديك عرفته، انت قرارك ايه؟ انا مش هستسلم يا عم عثمان، مش هستسلم، ولو اني مش عارف ابتدي منين وازاي. الناس دي صعبه قوي، تخيل ابتدوا الحرب القذره ضدي حتى في الجامعه. ولا يهمك، ان شاء الله ربنا ينصرك عليهم وهتجبرهم على احترامك. يا رب يا عم عثمان. بس ازاي انا حاسس اني لوحدي، حاسس اني في الهوا، مفيش تحت رجلي ارض. لا شيل الاحساس ده من جواك خالص، شيله الغيه. ناحيه العياده مقضيه ان شاء الله. ان شاء الله يا عم عثمان. بس منين؟ مين انا؟ ما تستغربش يا دكتور، صحيح انا راجل على قد حالي، لكن يعني قدرت احوش قرشين كده اشتريت بيهم شقه في المهندسين، واديك شايف يعني انا عايش مع صديق عمري هنا مبسوط ومش ناقصني حاجه، والشقه مش محتاجها في حاجه. كتر خيرك يا عم عثمان، بس يعني الشقه بقى على شارع رئيسي، يعني تنفع عياده درجه اولى. انت فهمتني غلط، انا ما بكلمش على موقع الشقه، ربنا يبارك لك فيها، بس مش معقول يعني تحويشه عمرك اخدها انا منك بالبساطه دي. يعني يا سيدي انت هتستولى عليها وتطردني منها؟ اجرها مني ان شاء الله بقى لما تبقى دكتور كبير وناجح، يبقى سدد لي ثمنها. ها اتفقنا؟ يا عم عثمان انت انسان عظيم وقلبك كبير، بس انا لو هاخد منك الشقه دي انا هكتب معاك عقد عادي خالص رسمي. ماشي يا سيدي انا موافق، بس اديني فرصه شهر كده على ما اوضبها لك عشان تبقى عياده تليق بيك. وكمان هتوضبها لي كمان؟ الله، مش نحل البضاعه عشان الزبون ما يطيرش؟ ايوه كده، اضحك اضحك يا راجل، محدش واخد منها حاجه. وبعدين يا بنتي في الراجل جوزك ده اللي مش عايز يخلف عينه حصوه ملح ويلايمها ويعرف انه متجوز، هيفضل كده رميك وسايبك كده على طول؟ بصراحه يا ماما نفسي حتى مش جايباني ان انا اتصل بيه. يا بنتي ده حتى ما فكرش يتصل بيكي بالتليفون ولا يبعت لك مصروف ايد، ده مش بني ادم. عندك حق يا ماما،
انا كمان غلطانه اني قعدت في البيت كل الفتره دي من غير ما ادور على شغل. يقطعني يا لميا، مش قصدي يا حبيبتي شغل. ايه بنت اللي تدوري عليه؟ واحنا اخواتك مخلينا عايزين حاجه؟ لا 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 يا لميا، انا بس كان قصدي ان انت دلوقتي عامله زي اللي رقصت على السلم، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت شافوها، لا انت باين عليكي متجوزه ولا متطلقه. انا قصدي يا بنتي يمكن ربنا يعوض عليك بواحد تاني ابن حلال يهننك ويسعدك ويريحك بدل رميك الرميه دي اللي تشوفيها يا ماما. لا يا حبيبتي، انا ما اقدرش اشوف حاجه لوحدي، انا اشور على اخواتك واللي هم يقولوا عليه هنعمله. انت عندك شقه في المهندسين يا عدل؟ لا، بس كان لازم اخرج ابني من حاله الاحباط اللي هو فيها واديله امل في المستقبل. ولما الامل ده يضيع يا عدلي والولد يكتشف انك كذبت عليه هتعمل ايه؟ لا، ما اكونش كذبت عليه يا وديع. ما كذبتش عليه كيف وانت ما عندكش شقه من اصل في المهندسين يا عدلي؟ هجيب الشقه. كيف؟ كلمني انت اصحابك السماسره ومالكش دعوه. وهتدفع فلوسها منين؟ هجيب الفلوس من البلد. انت خابر يا عدلي، شقه في المهندسين هتبقى بكام؟ تبقى زي ما تبقى، المهم ان ابني ما يتكسرش ويكون عنده عياده في مكان ممتاز وفي شارع رئيسي. دكتور يوسف يستاهل اطلع عينيا واديها له يا وديع. بكلمك لاني محتاج فلوس يا طلبة. لا، اكتر من المحصول بكتير. لا لا، مش هينفع. انا عايز ابيع 5 فدادين من الارض بس بسرعة. يا عدلي، 5 فدادين لبقى واحدة؟ كيف أراجيك؟ تبيع ليه؟ طول عمرك ماسك في الأرض بأيديك وإسنانك. يا أخوي أنت حر، هي أرضك مش أرضانا. لا لا، ما تخافش، أخوك عاصم ما يعانيش في حاجة، مشغول لي من دول بيجهز نفسه للانتخابات. أمال إيه؟ وعامل خده مداس للصغير قبل الكبير. يا راجل، مجلس محلي ده ضارب علاوي، انتخابات مجلس الشعب الدورة الجديدة. عمومي نعرض عليه الأمر، وهو جار والجار أولى بالشفعة. وماله، أنكلمه بكرة الصبح ونعرف الرد ونرد عليك. يو، مع السلامة. مع السلامة. خبريها عليك ظروفه الشديدة اللي تخليك تبيع أرضك. عدلي، مين اللي هيبيع أرضه؟ يا ولي أنا نمت عليك يا حيطة، ما تعكريش دم بغبوتك دي. أبوي، وسؤال حرم. يا فتوح، ورانا مصالح كتيرة. معاك اهو يا سيادة النايب. نايب، شو ما يحصل يا ولا؟ هما هيلاقوا أحسن منك فين يا عاصم بيه؟ دايرة كلها محتاجات يا عاصم بيه. صدق يا دجوي، أنا بعمل المواد دي كله عشان الناس، لكن لو علي أنا دي قلبة راس، قلبة مخ. يلا اضرب يالا. هم يا حصان، هم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ. عمدة جاي لك في كلمتين. قول قول بسرعة. الله والله مصالح كثيرة النهاردة. والكلام اللي عندي في مصالحك برضك يا عمدة. عموما دي اللي عندي. وعاوز الفلوس في ظرف 10 أيام. وأنا اشتريت. على خيرة الله. على كام؟ 50 للفدان. بوه ليه؟ واخدهم بوضع اليد كأنه وعايز يخلص منيهم ولا ايه؟ لا ده توب الارض في البلد. بوه وانا مش من البلد كني ولا ايه يا حضرة العمدة؟ والله ده اللي عندي. خلاص يبو ما فيناش من زعل لو حد تاني اشتراهم. حد تاني؟ حد تاني مين؟ مين استجري يحط رجله في أرض البندرية؟ مين؟ إذا كان على اللي يستجري كثير يا حضرة العمدة وهتشوف. يعني ايه يا طلبة؟ بيشتري الارض بتراب الفلوس بيوقف حالها؟ لا لا ما تدخلش نفسك انت في مشاكل مع عاصم. انا هتصرف هشوف مشتري عاصم ما يقدرش يوقف قصاده. وانا اشتريت الارض على 150,000 الفدان يا عاصم. يا كريم انت هتزايد عليا ولا ايه؟ لا انا بدفع الثمن الحقيقي للارض. عمري ما ثمن الارض ما وصل للسعر ده. ليه؟ الجراد متباع في ارض الجبالي من 2 بس ب6,000 جنيه. مين اللي قالك الحديد ده؟ ايوه ايوه طلب الكلب. كلب عشان راجل عنده ذمه ما رماش ارض صاحبه. عموما انا هدفع 80 لاجل الاخوه. 150 هدفع 100 يا كريمة وما فيش مليم زيادة. طب خد الجراد ب5,000 جنيه ف24 يبقى 120. لا ويمين بالله. ها يمين على يمينك وقسم على قسمك. لو ما خدت بمية وعشرين لاخد هاني ب150 ومش هرجع في كلمتي. دول الأخوة اللي بينا كان حيبقى لي معاك حد التاني. حتشتري انت ولا اشتراني؟ اشتريت يا كريمة اشتريت يا اختي. بس المهم يعني عدلي حيمضي العقود ازاي؟ انا الله مضيه بنفسي وحسلم الفلوس بيدي. والشهر العقاري؟ ادي لك معاد تتقابله قدامه ويسجل لك الارض. اكده يبقى تمام؟ تمام يا كريم تمام. يعني خلصت وياها يا كريمة؟ على كام؟ جميل زي ما اتفقنا. طيب انا في انتظاركم. طلبه يعرف العنوان. مع السلامه يا اختي. خلاص يا وديع عاصم اشترى والفلوس هتكون عندي في ظرف اسبوع. وليك علي انا كمان يا عدلي الف لك على كل سماسره المهندسين لاجل ما يلقوا لك الشقه اللي هتشرح قلب ولدك وتبقى عيادة ما حصلتش. إن شاء الله تكون فتحة خير عليك يا دكتور يوسف يا عدلي يا بنداري. كده يا أمه يبقى رمى بنتك من دماغه. وليه الظن السيء ده بس يا وليد؟ يعني أخوك بيقول حاجة غير الحقيقة؟ ما هو ده اللي ظهر. ما جايز يا أمه مشغول ولا فورتة زي السواق بتاعه ما بيقول. يا ابني على الأقل كان اتصل بيها بالتليفون. ده برضو مهما كانت مراته ده ما عندوش ريحة الدم. بقول لكم ايه؟ الواد ده لازم له الادب ولازم يعدبه. لا يا حبيبي السكه دي انساها خالص. زمان كان مجرد واد ماشي معاها انما دلوقتي مهما كان جوز اختنا. وانت ايه رايك يا لم؟ انا ماليش راي في الموضوع ده اللي انتوا شايفينه عمره. لا يا حبيبتي ده برضو مهما كان لغايه دلوقتي جوزي عشان لما اخواتك يمسكوه يعلموه الادب ويكسروا عضمه ما تجيش يزعلوا وتعيطي وتقول لي عملتوا كده فيه ليه؟ لا يا ماما انا خلاص رميت طوبته حتى لو وصلت للطلاق خلاص.
انا مش هرجع لي تاني. بس خلاص لقيتها، ناخده على هادي، ولو ما جاش مفيش خناق، في محاكم وقضية طلاق علشان نعرف ناخد لها كل حقوقها، وعلى الاقل ناخد القرشين اللي كتبه مؤخر صداع على نفسه، احسن من عينه. انت لسه مصمم على التحدي ومش عايز تتنازل؟ دي كرامتي ومش هتنازل عنها، ومش هعتذر عن اي حاجه عملتها وانا مقتنع. طب وقضيه الخلع اللي هي رفعها عليك هتعمل فيها ايه؟ قضيه الخلع خلاص ما عدلهاش وجود عشان تتواجه. يعني ايه ما عدلهاش وجود؟ بالبساطه دي ابعت لك ورقه طلاقك. انا لحد دلوقتي مش مصدقه، وكنت فاكره انه متمسك بيا وبالاولاد، ومستحيل يتنازل عنا بالسهوله دي. مش ده اللي كنت عايزاه؟ ده اللي كان المفروض يحصل، ومش ندمان عليه. عموما احنا فيها، لو زعلان على فراقه انا. لا ارجوك يا بابي ما تتنازلش عن حقه، ولازم تعاقبه اشد عقاب. هو من ناحيه يتعاقب هيحصل ومش هتراجع عنه، واول صدمه هياخدها لما يقرا جرايد الصبح. دفاع شباب وتهور، انت عارف. طيب مع السلامه. لو سمحت اشتريت زمه اهل القتيل بالفلوس، دفعت لهم فلوس عشان يكتبوا لكم اقرار مضروب بتاريخ الجريمه اللي انتوا عملتوها. وفي فحوصات واشعاعات كمان يا دكتور باسم المتوفى بتقول انه كان عنده في الكبد بؤره سرطانيه، وبتاريخ سابق للعمليه باسبوعين. اللي يقتل ويسرق كبد بني ادم سهل قوي عليه انه يغش ويزور. للاسف انت انسان ما عندكش اي ضمير. اتفضل. انت اللي ما تعرفش الدقه يا دكتور، كان اولى بيك انك تفرز ملف المريض قبل ما تروح تعمل بلاغ ضد زميلك وتحاول تشويه صورته وصوره المستشفى. كله كذب وتكذيب، هتروح فين من حساب ربنا؟ عيب كده يا دكتور، عيب ده في مقام والدك. ما وصلتش الدرجات دي، ما يصحش كده يا دكتور، ده أستاذك ولحم كتفك من خيره ولا نسيت؟ معلش معلش، الدكتور فقد أعصابه في لحظة غضب، التمن دفع جزء منه، الباقي هيسدده في السجن لما إن شاء الله يتحكم عليه بالتعويض في قضية التشهير، سواء بسمعة المستشفى أو بسمعة زميله. خسارة فيك المهنة اللي انت بتشتغلها. صباح الخير. حضرتك لازم تدفعه ثمن الإهانة غالي. أنا كان ممكن أتسامح في حق المستشفى وما أرفعش عليه قضية تعويض، لكن بعد الإهانة اللي أهانها لي وقدام كل اللي شغالين في المستشفى من دكاترة وعمال أنا مش هرحمه. المهم أنت ما تكونيش زعلانة. بالعكس يا بابي، انا هكون اسعد انسانه في الدنيا لما تكسر نفسه وتجيب مناخيره الارض عشان يعرف هو مين وحضرتك مين. تخيل يا عم عثمان، تخيل بقيت انا الجاني وهم الضحيه. طول بالك يا دكتور، مهما اتقلبت الموازين هيجي لها يوم وتتعدل. تتعدل امتى يا عم عثمان؟ لما اخش السجن. سجن؟ طبعا، ما هو الدكتور بكر والدكتور مرتضى لا يمكن يسكتوا على الاهانه دي، وكل واحد فيهم طبعا هيحاول يثبت انه بريء وهيرفع عليا قضيه تشهير وهيتحكم لهم بملايين، ولو ما عرفتش ادفع هدخل السجن يا عم عثمان. انت بتقوله ده يا ابني مساله خطيره جدا. للاسف ده اللي هيحصل، دي ناس بتعمل الغلط وقلبها ميت، يعني مش هيرحموني. بس انا مش متصور ان مراتك هتسيب ابوها يعمل فيك كده. تسيب ابوها يعمل كده؟ دي مش هتتردد لحظه يا عم عثمان،
اللي مش بعيد هي اللي تسخنه كمان. معقول اللي انت بتقوله ده؟ ايوه يا عم عثمان، دي انسانه كبرياءها مرضي، انا عشرتها وعارفها، وطبعا انا جرحت كبرياءها ده لما بعت لها ورقه طلاقها. ما انا مش ممكن اقعد اتوسل واتذلل عشان اعيش مع اولادي ومراتي. مش متصور دي جنسيه ايه دي؟ صنف جديد ما وردش عليك يا عم عثمان ولا تعرفه. هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ اسمع، جه دور والدتك وعمك صادق في ايه؟ يقوموا بالواجب اللي عليهم ويتدخلوا. دي ناس مسلمة، عايزين نروح ابوس ايديهم واطلب العفو والسماح. لا لا، من غير بوس ايدين ولا حاجة، هما يتدخلوا كرامتك محفوظة، والدتك تكلم مراتك، قصدي طريقتك يعني، عشان تقنع ابوها يغير رأيه، عمك صادق يكلم الدكتور بكر. انا مندهش، مش متصور ان في ست تدخل ابو ولادها السجن وتقضي على مستقبله اللي هو مستقبل ولادها برضه. هتعمل ايه في المصيبة اللي انت فيها دلوقتي؟ مش عارف، مش عارف يا امي. امال بس شاطر رايح تعمل محاضر كلها كده من غير ما تتحقق؟ أنا متأكد 100% أنهم ارتكبوا الجريمة دي، وأن دي مش أول مرة يسرقوا أعضاء من المرضى في المستشفى. أنا في حاجات كتير كانت بتحصل قدامي، ابتديت بعد كده أجمع خيوطها، سواء من الدكتور بكر أو الدكتور مرتضى. إحنا دلوقتي مش في إدانتهم، إحنا في أنهم قدروا يثبتوا براءتهم سواء بالغش أو التزوير أو دفع الرشاوي. دلوقتي سكنتهم على رقبتك وممكن يذبحوك. والله بقى يعمل اللي يعملوه، أنا عملت اللي يرضي ربنا ويرضي ضميري. شفت؟ مش قلتلك؟ هيموتني، هيجيب لي نقطة. انت عايزين اعمل ايه يا امي؟ تحاول. انا اسف والله بقى، انتوا لو حبيتوا تروحوا تحاولوا مع الدكتور بكر ونورهان بنته ان المسائل تتحل بشكل ودي، وده من غير ما كرامتي تتمس، يبقى ساعتها كتر الف خيركم. ما اصلحنا ولاد، مفيش قدامنا دلوقتي غير اننا نحاول عشان ننقذه، والموضوع ده محتاج هدوء اعصاب. ريلاكس ريلاكس كده عشان نعرف نفكر ونتصرف صح. ها ريلاكس. اتفضلي يا هانم، هدي لي المدام خبر. يلا يا ماما. اصبر عليا يا حبيبتي، هي واحده. يلا يا ماما. ادخل. والدة الدكتور يوسف يا ست هان. مش هرد على تليفونات دي، مستنية حضرتك في الهو. ومين سمح لها بالدخول؟ تيتا. ولد ولد. اقول لها ايه يا ست هان؟ اقول لها خلص اللي في ايدي وهنزل لها. طب ايه اللي جابها دي؟ ازيك يا حبيبي، انت وحشتني، وحشتني قوي. انت كمان يا تيتا، رايحين نادي مع ماما يا تيتا. صحيح، انت خدتي مننا بابا ليه؟ لا يا حبيبي، انا ما خدتش منكم بابا، بابا بس عنده شغل كتير، واول ما يخلص شغله هيجي لكم على طول. هاي تعالى هنا. منى. نعم يا ست هاني. خدي الولد. افندم. كده اهو من غير اي كلمه ترحيب. بلاش عشان العشره اللي بيننا والولاد اللي انا جدتهم، عشان الاصول. اللي اعرفه ان ولاد الاصول لما حد بيخش بيتهم بيرحبوا بيه. حضرتك جايه هنا ومكلفه نفسك تديني درس في الاصول؟ انا مش جايه اديكي درس في الاصول ولا اقصد اي اهانه، انا جايه بصفه الود اللي بينا. للاسف ما بقاش. حتى لو كان كده نخلي فيه رصيد، الولاد اللي بينكم واللي لو ابوهم اتسجن مستحيل في يوم من الايام هيسامحوكي لو عرفوا انه كان ممكن تديله فرصه تانية وانتي رفضتي. رايحين فين؟ احنا عايزين الاستاذ حسام البنداري. قول له مين؟ قول له وليد اخو المدام. الناس اتخرج من 5 دقايق. يعني ايه من 5 دقايق؟ انا شايفه داخل من ساعه وما خرجش وقابله. انا هقابله. طب لو سمحت. يعني ايه؟ ناس ايدك. يعني وصلت للفرقه 100 100. اهو كده الشغل ولا بلاش؟ يا استاذ حسام، يا استاذ حسام البنداري، اخرج. طب انت دلوقتي بقول لك ايه؟ هقابله. انا هقابله. نزل ايدك. انا مش محتاج الجريمه النهارده يا حسام. بيه بقول لك انت اهو. في ايه؟ بتضرب مني ليه يا استاذ؟ بتنكر
فكر لي نفسك على طول وما تردش على موبايلات. هي دي المعامله اللي بتعملها لاهل الست اللي انت متجوزها؟ ست ايه يا ابني انت؟ انت عبيط في دماغك ولا ايه؟ اهدى شويه. ايه ده بتعمل اكل عيش؟ ما ينفعش الكلام ده دلوقتي. وانا ممكن اسيح لك واقول الدنيا كلها. خلاص انا واضح ان في سوء تفاهم يا جماعه. تعالوا ما نشوف في ايه. تعالوا اتفضلوا. مفيش حاجه مفيش حاجه. ست متجوز روح شوف شغلك يا بنتي. اخسي الشيطان ده مهما كان جوزك. ما بقاش جوزي ولا لي اي علاقه بيه. ما انت اللي طلبت منه الطلاق ورفعتي عليه قضيه خلع. وهو ليه ما تمسكش بيا وفورا طلقني؟ كان عايز يرضيكي مش اكتر. ومع ذلك انا ممكن اخليه يجي يعتذر لك. ده لو انطبقت السماء على الارض انا مش ممكن ارجع له. حتى ولو كان عشان هيثم وروان. اسمعي حضرتك، ان كان على الكارثه اللي عملها بتهوره وقعته في ورطه هو مش عارف يطلع منها، دي حاجة تخص بابي بقى والدكتور اللي اتهمه، ما تخصنيش أنا. لا ما هو أنت كمان يروح يعتذر لهم بنفسه ويتنازل سعادته عن كبرياء. ساعتها أقدر أكلم بابي احتمال يسامحه. ده بس عشان ما يبقاش أبو أولادي رد سبول. بقول لك يا أستاذ أنا مش هستنى أكتر من كده، أنت فاهم ولا لأ؟ يا جماعة أنا مشغول مشغول بجد، يعني عندي مشاريع كتير قوي شغلاني. يا سلام، هم رجال الاعمال اللي متجوزين بيسيبوا حريمهم ويعيشوا مع نفسيهم ومشاريعهم. انت ايه ظروفك؟ مش بالظبط كده. وبعدين انت صوتك عالي ليه؟ وطي صوتك شويه يا اخي. وهو حل من اتنين يا ابن الزوات وملوش تالت. عاوز مراتك اللي لادي تاخدها وتروح وتعلن جوازك لاهلك، مش عاوزها تطلقها وتديها كل حقوقها ويا دار ما دخلك شر. ها قلت ايه؟ دون اسبوع واحد. وبعد الاسبوع ان شاء الله هتاخدها وتعلن جوازك ولا هتطلقها؟ ها ما تنطق. هاخدها وتعلن جوازك. اه ياني من يوسف واللي بيعمله فيه. وقالتها جت على قد يوسف. المصيبة الأكبر في حسام بيه. ماله حسام رخر؟ مورط نفسه لشوشته مع مين؟ مع أدهم محروس اللي بنتك رفضته، واخد مننا موقف دلوقتي وبيحاربنا في كل حاجة حتى لقبة العيش. ومورط نفسه معاه ليه؟ وفي إيه؟ ده يا ستي وصلني النهاردة مسجل بعلم الوصول وباسم حسام بيه. $1.5 مليون. وبدات انا مخلوق يا عم اتنان. ابقى متاكد انهم ارتكبوا الجريمه دي واروح اعتذر لهم؟ انا حاسس ان تفكيري اتشل، مش عارف اتصرف. ننسى بقى الخنقه دي ونفكر ازاي نوصل للبراءه. البراءه هتيجي منين بس يا عم اتنان؟ بانك تدور على ادله تدينهم، واكيد هتلاقي. اطعن في تاريخ كتابة الإقرار اللي مضى عليه أخو المريض بالموافقة على إجراء العملية. اطلب تحويل الإقرار ده هو وسجلات المستشفى اللي تزورت بأن المريض أبو العيلة كان عنده سرطان في الكبد. اطلب تحويلهم لخبير في الخطوط. سافر بلد المريض ده وافضح أخوه اللي قبض الرشوة عشان يمضي الإقرار. الدكتور عمر اللي ساب المستشفى وما بيردش على التليفونات وما تعرفوش عنوانه لازم توصله. اقنعه انه وقف معاك شاهد وما يخافش. لازم تقلب عليهم الدنيا عشان تثبت الحقيقة. هو ده الدكتور يوسف اللي اتمنى اشوفه. هتفضل ساكت كده؟ ما تقول لي هتصرف ازاي في المصيبه اللي انا فيها دي؟ عايزني اقول لك ايه؟ قول لي هتخلص ازاي من المصيبه اللي اسمها لامي وقالها دي؟ مساله سهله يا حبيبي. طلقت. انت مجنون؟ ليه؟ لاني ما اتجوزتهاش اصلا، انت نسيت. اخ انا نسيت ان المأذون دوت كومبارس احنا اللي جايبينه.
مش عارف تخلص من لمي دي، لاني حتى لو طلقتها هتطلب مني الورقه، هجيبها لها ازاي انا بقى ساعتها؟ اللي خليني اطلعها اساسا، لاني لو ما طلقتهاش لازم ارجع لها، وانا ما ينفعش ابات بره البيت اليومين دول. اقول لك ايه، تعال نقعد في اي مكان ناخد لنا كاسين كده ونقعد نفكر سوا. اطلع اطلع اطلع. هتعمل مصيبة. مصيبة بتقولي؟ مصيبة ايه؟ يا بنت اجيلك ازاي بس وانت عارفة حكاية رجلي دي وان الحركة صعبة عليا؟ منى هتتجوز بكرة يا عم عثمان لو ملحقتهاش. واد صايع ومسجل خطر، ضحك عليها وهمها انه بيحبها. لو ملحقتهاش هتتجوزه بكرة، ده هينهبها ويسرقها. يبقى اكيد اتجننت. هي فين دلوقتي؟ في صالة ديسكو؟ ازاي؟ هي مش كانت وعدتني؟ طيب طيب انا هجيلك، هجيلك حالا. هو عنوانه ايه الزفت ده؟ ها؟ اي طيب استنيني برا. فين؟ اهي بترقص معايا اهي.
جاش يحوشك زور ولا تهد العتم ارسم طريق النور وعدي بالخطوات ما بجاش يحوشك.